يمكن بدأنا الكلام ده من سنة 2001 تقريبا، كانت بدايات مواقع الانترنت في مصر. يمكن انا اتشرفت بداية العمل في موقع في الجول، وكان برضو المنافس موقع يلا كورة. دول كانوا اول موقعين رياضيين بدأوا في مصر من 2001 2002 تقريبا. هتوقف يمكن كلمة منافس، ايه رأيك في الاتحادات المنافسة اللي انت سمعته قبل كده؟ لا، اتحادات منافسة دي غريبة، لان كل اتحاد كل اتحاد بلعبتهم، يعني ما بينفعش ينافس. يعني انت بتنافس في نفس المجال بتاعك، يعني زي ما قلت لك في الجول ويلا كورة موقعين رياضيين كبار بينافسوا بعض، ده شيء وارد. لكن انت في نفس المجال بالظبط، ما ينفعش موقع رياضي ينافس موقع فني، او موقع رياضي ينافس جورنان. دول في اختلاف كبير بينهم، لازم يكون نفس المجال عشان يحصل منافسة ما بينهم. لكن اتحاد لعبة مع اتحاد لعبة اخرى اعتقد منافسة يعني غير واردة وغير منطقية بالمرة. كمان شوط على الطاير بس كده، تمام. بس فطبعا عالم الانترنت دايما بيتميز بالشباب اكتر، يعني بيدخلوا شباب صغار السن، يمكن من شريحه من 15 سنه لغايه 35 40. دي الشريحه العظمى اللي بتدخل على الانترنت، ودي الشريحه برضو اللي مهتمه بالرياضه. يعني معظم برضو الشباب في السن ده مهتم بالرياضه، مهتم بكره القدم، متابعه الاخبار الرياضيه، متابعه الانديه. فبالتالي بيكون الاهتمام الاكبر على عالم الانترنت هو اهتمام اكتر بالرياضه. يمكن اخر سنتين ثلاثه بس الدنيا اختلفت شويه، وبدات الامور السياسيه تاخد مجال كبير برضو في عالم الانترنت، وتاخد من اهتمام المصريين شويه. لكن ما زالت الرياضه برضو ليها اهميه كبيره جدا في عالم الانترنت، في المواقع بقى التواصل الاجتماعي الجديده زي الفيسبوك زي تويتر، كلها بتتناقل الاخبار الرياضيه، بتتناقل معلومات عن لاعبين. بعض اللاعبين عاملين صفحات ليهم رسميه على الفيسبوك وعلى تويتر بينقلوا منهم اخبارهم. فيمكن عالم بقى متشابك جدا وليه اهميه كبيره جدا. التشابك او الشبكه العنكبوتيه او التواصل الاجتماعي بكل صوره، هل اثرت على حركه المدرجات وعلى البساط الاخضر؟ اكيد طبعا اثرت تاثير سلبي للاسف على المدرجات. يمكن حصل شحن كبير ما بين الجماهير على عالم التواصل الاجتماعي والمواقع الانترنت، ويمكن ده كان بدا في مباراه الاهلي والمصري في مسبحه بورسعيد الشهيره. حصل مناوشات ما بين جمهور التراس اهلاوي والتراس جرين ايجلز اللي هم المنتمين للنادي المصري، بدات بينهم مشاحنات وبدا تحدي ان احنا هيحصل مشاكل في المباراه، وفعلا ده حصل وشفناه داخل الملعب اثناء المباراه. فبالتالي يعني عالم الانترنت ليه ايجابيات كتيره، لكن ليه بعض السلبيات اللي خلت الجماهير يمكن المشاحنات بينهم تزيد في الفتره الاخيره. يعني تقدر تتكلم، تقدر تشتم الشخص التاني، ده مش عارف انت فين ولا مكانك فين. كل ده بيأثر للأسف بالسلب على الجمهور، وده اللي تسبب في حوادث كتيرة وتسبب في شغب جماهيري كتير، سواء من جماهير الألترس أو الجماهير العادية. وأنت متخصص في المواقع الإلكترونية أو الشبكة العنكبوتية أو التواصل الاجتماعي بكل مصطلحاتها، برضو بعود تاني، لما أنت بتقول أنا ممكن أقول أي كلام ومش هقدر أتوصل، ولكن هناك برضو من الوسائل والأساليب أن أنا برضو بتوصل إليك، أنت بتطلع منين؟ ولا ايه رايك؟ ولا عشان انا مستخبي ومش شايفك فانت راجل عنكبوتي، لكن ما اللي بيحضر العفريت برضه لا، هو لو موقع، يعني في مواقع ليها يعني مصداقيه، مواقع كبيره دي موجوده سواء مواقع رياضيه او مواقع عاديه، دي معروفه ان هي تابعه لشركه معينه، تابعه لمؤسسه، لو حصل فيها اي خبر كاذب اي غلطه دي بتعامل معامله الصحافه الورقيه العاديه، تقدر ترفع قضيه على الموقع، تقدر تعمل لهم مشكله. لكن للاسف الشديد بقى يعني في بعض المواقع الاخرى فاتحه بدون يعني ما لهاش ترخيص، ما لهاش اي حاجه، بيفتح اي شخص يقدر يفتح موقع، ممكن ينزل عليه اخبار كاذبه، ممكن يشتم اي شخص في المجال الرياضي او في مجال اخر، ما تقدرش تحكمه بشكل كبير جدا. بالاضافه بقى للعالم الشخصي، يعني على مستوى الاشخاص بقى صعب جدا انك تحكمها. ممكن اي واحد يعمل اكونت حتى باسم مستعار على الفيسبوك على تويتر وينزل كلام يشتم في حد.